هلأ وصلنا لفقرة مهمة عم نحكي عنها من أول الحلقة، الخوف من المستقبل والتوتر. وأحيانا بضيع علينا كتير موضوع الخوف والتوتر والتفكير بأنه إحنا نعيش اللحظة واليوم أو كل يوم بيومه. معنا مدربة اللياقة العقلية دارين قطب عشان نحكي عن هذا الموضوع. صباح الخير دارين، كيف حالك؟ صباح النور، الحمد لله. صباح الخير، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بحضرونا. أحلى صباح معك دارين، وبداية خلينا نتحدث عن هذا الموضوع اللي نحن من بداية الحلقة طرحينه على جميع المشاهدين ليتفاعلوا معنا بسؤال حلقتنا لليوم. هل بيفكروا يوم بيومه أو بيخافوا كتير من المستقبل وبيحسب حساب للأيام صحيح. اللي جاي؟ ويمكن أكثر الأشياء اللي ممكن الناس تخاف منها هي أنهم يخسروا أعمالهم، يخسروا الأموال، يعني يخسروا ناس عزيزين على قلوبهم. فنحكي عن هذا الخوف بشكل عام، كيف بنقدر نوصفه أو كيف نقدر نعرفه؟ الخوف من المستقبل أو القلق من المستقبل هو الحالة اللي بتكون لما الإنسان بس عم بيضل يفكر ببكرة والأسبوع الجاي والسنة الجاي وعم بينسى إنه يعيش اللحظة. صحيح. يعني إحنا مثلا هلأ عايشين اللحظة، هلأ إحنا بالاستوديو يومنا هي هاي اللحظة. ما في شخص بيقدر يعرف إيش ممكن يصير بعد دقيقة أو بعد يوم. صح. فالإنسان لما يكون أسير لهاي الحالة إنه يكون بس عم بيفكر بالمستقبل ببطل يفكر بهلأ وببطل يعيش اللحظة. للأسف معظم الآلام اللي بتصير للآلام النفسية والأمراض النفسية هي سببها الهم. الإنسان بيكون مهموم والهم هذا بيكون سببه إنه الإنسان عايش بقلق مستديم طبعا. مع المستقبل وخوف من المستقبل. وللأسف إذا هذا الخوف والقلق بيصير زيادة عن حده ممكن يولد مشاعر سلبية مثل الغضب مثل القلق، وممكن يولد لا سمح الله للاكتئاب. هي طبعا تختلف دارين من شخص لآخر موضوع أكيد. الخوف والقلق، بس هل في عوامل بتأثر على الشخص نفسه إنه يكون هو أصلا من الناس اللي بيخافوا من المستقبل أو اللي بيركزوا على بعدين وما عم بيستمتع بهاي اللحظة؟ شو العوامل اللي ممكن تأثر علينا؟ إنه أنا بحكي إنه عقل الإنسان وظيفة إله وظيفة واحدة، إنه يبقيك على قيد الحياة ويخليك عايش بأمان. فكلياتنا اللي بفرق بين الإنسان والإنسان الآخر هي طريقة التفكير. صحيح. فإذا أنت طريقة تفكيرك دائما بس الآن بالمستقبل فأنت بتضلك أسير لهاي الحالة. أما الإنسان اللي بيحاول مثلا يعمل شوية تمارين بالتأمل، يحاول أنه ينبسط ويكون أفكاره أكثر إيجابية ومتفائلة وواقعية، بيكون أكثر مبسوط وبيقلل خوفه من المستقبل. مزبوط. حابة أنا هنا أسأل سؤال، أنه لما الإنسان يفكر بالقلق بالمستقبل، هل بتحس أنه هاي الأفكار اللي عم بتولد لك هذا الشعور بالقلق والخوف كأنك أنت عم تخلق عدو بينك وبين نفسك، لأنه هي من أفكارك. فهذا العدو اللي أنت خالقه، هل هو عدو بينك وبين حالك ولا عدو جاي من برا؟ لأنه إذا عدو بينك وبين حالك معناته أنت كتير لازم تشتغل على أفكارك. أما إذا عدو جاي من برا، الجواب كتير أو الحل كتير بسيط، هو أنه بس تسكر أدنيك 100%. بس ما تسمع للأشياء اللي عم بتصير حواليك وتركز على حالك 100%. دارين الماضي هو ماضي، خلص راح وانتهى. صحيح. الأيام الماضية ما بتترك لنا غير الذكريات الحلوة. خلينا نقول ممكن الذكريات شوي مؤلمة، بس مع الأيام الواحد بينسى وحياته بتمضي وبتستمر بالنهاية. صحيح. والمستقبل مجهول، ويعني يمكن نحن بهذا الوقت تحديدا خلينا نحكي هو وقت الترقب أو وقت الانتظار لشيء مجهول نحن مو عارفينه. فقدي مهم الإنسان يعيش يوم بيومه بس بنفس الوقت يكون عم بخطط للأيام اللي جاي ولنفس يومه إيش الأشياء اللي لازم ينجزها أو يعملها. مزبوط. هلا اللي بيكون عايش بالماضي بيكون دائما بتلاقيه حزين وتعيس، واللي بيكون عايش بالمستقبل دائما بتلاقيه قلقان متوتر، واللي بيكون عايش بالحاضر هو الانسان السعيد وعنده السلام الداخلي. صحيح. هلا احنا قلنا على موضوع انه نسكر دينينا، فهذا يعني انه لازم احنا حتى نختار الناس اللي حوالينا عشان أكيد. موضوع الطاقه، انه اذا الناس كلها عندها مخاوف او عندها قلق فمعناته اختيارنا كمان للاشخاص اللي حوالينا بيساهم انه نتعدى مرحله الخوف او الترقب اللي احنا ما بنعرف ايش مخبيت لنا. مزبوط. طيب الانسان كيف بيقدر يتعايش مع موضوع انه كل الناس اللي حواليه عندهم طاقه سلبيه وعم بخوفوه من المستقبل؟ انا بحس اكثر شيء الانسان لازم اول شيء يركز على الاشياء اللي هو بيقدر يتحكم فيها. صحيح. يعني اذا انت مثلا لا سمح الله تركت شغلك، ايش الاشي اللي انت بتقدر تتحكم فيه؟ هي عدد الابلكيشن بتقدر تبعتها، انك تحكي مع الاشخاص اللي ممكن يساعدوك. صح. عشان تقدر تلاقي وظيفه ثانيه. وبالنسبه للاشخاص اللي انت بتكون محاط فيهم اللي ممكن يعطوك طاقه سلبيه، اهم شيء انك انت تقرر انك تبعد عن هدول الاشخاص، نوعا ما تبدلهم باشخاص ايجابيين متفائلين بيكون عندهم امل 100%.
بالمستقبل. بس بالنسبة للقلق من الخوف، حابة بس أحكي هيك ثلاث أشياء بسيطة ممكن تساعد الإنسان أنه يقلل من هذا القلق. الشغلة الأولى هو أنه يقرر انه هو ما بده يعيش بهذا القلق، لانه دائما حياة الانسان قرار بتكون بتبلش بقرار. ثاني شيء انك تخطط انت، يعني بحكي لك اعقل وتوكل، ما بتقدر انت تتوكل على ربنا اللي هو علام بالغيب من دون ما انت تكون عامل الجهد تاعك. فلازم انت تكون مخطط. يعني كل انسان يسال حاله امتى اكثر وقت بيكون الان من بكره، لما انت ما تكون محضر لبكره، مو محضر لامتحان، مو محضر لمشروع، مو محضر لحلقه مثلا، هون بيتولد القلق. فالانسان يكون مخطط وعامل الشغل اللي عليه. واخر شيء انه الانسان دائما يكون على استعداد تام لاي شيء ممكن يصير بالحياه، لانه الحياه دائما على تغيير. واكبر دليل على هالحكي اللي صار معنا من كورونا، يعني تفاجئنا بشغله ما كنا متوقعينها، فكل الخوف والتوتر من الايام اللي جاي اختفى بلحظه. صرنا نفكر كيف بدنا نمضي هاليوم، كيف اليوم 100%. كيف بكره بده يجي علينا. صحيح. فما كنا عم نفكر بتفاصيل شوي عميقه كنا نفكر فيها قبل. مزبوط، اكيد اكيد. ودائما الانسان يتذكر انه ما في انسان بينولد عظيم او بينولد رائع، بالعكس الانسان دائما لازم يشتغل على حاله. صحيح 100%. ودائما لازم يتعايش مع الاشياء اللي بتصير حواليه. بتحس القلق والتوتر بيصير معنا بشكل مستمر بسبب التكرار اللي موجود بعقلنا؟ يعني من كثر ما نحن عم نقلق خلص بتصير عاده بحياتنا. عادة. صحيح. مزبوط مزبوط. هلا التكرار زي ما حكيتي تفضلتي، التكرار بيجي لانه احنا بنضلنا نردد لحالنا كلمات، وهي الكلمات بتصير افكار، والافكار اذا بنضلنا نفكر فيها بتترسخ بعقلنا، بتصير معتقدات، فبنصير نآمن فيها حتى لو هي مش صحيحه. فبتلاقي كثير اشخاص بيقلقوا لإشي، بعدين لما يصير الإشي بيقول لك انا ليه قلقت هالقد، مش مستاهل. احنا بنكون عم نكبر الإشي، بنعطي الإشي اكبر من حجبه ومنضخمه كثير، وهو ما بيكون مستاهل ابدا. والدراسات اثبتت اصلا علميا انه 95% من مخاوفنا هو غير حقيقي. مزبوط. فهذا الإشي وهمي. كمان وهمي. صحيح. فهذا الإشي بيعزز عنا مناعة ضد المخاوف أو الترقب اللي إحنا منعيشها كل يوم بيوم. طب دارين في، إحنا حكينا إنه الإنسان بده يسكر دينه، بده يحاول إنه يأخذ قرار، بده الناس اللي حوله يكون عندهم طاقة معينة عشان يبعد عن هذا الموضوع. هلأ بدنا نحكي هو في علاج لهذا الموضوع. في ناس عندهم الخوف زي فوبيا، إنه أنا خايف من المستقبل، أنا خايف من بكرة، أنا خايف من بعد ساعة. في علاج لهذا الموضوع؟ مزبوط. هلأ دائما إذا الخوف أنا دائما بحس إنه ممكن يكون له أعراض إيجابية لما يكون بنسبة كتير قليلة، عشان بحفزك إنك أنت تشتغل على حالك. إذا تعدى الخط الأعلى واللي صار زي ما حكيتي خوف كتير من خوف من كل إشي، طبعا الإنسان بيقدر يلجأ لمعالجين نفسيين، بيقدر يضطر يتطرق لإلهم ويعالج هذا الموضوع. بس أنا دائما بحكي إنه الإنسان ما يقتل نفسه ويقتل حاله بالأوهام والأفكار تاعته، لأنه الإنسان عم بيخلق العدو، عم بيخلق لحاله هاي المطبات بنفسه. كيف منسيطر على هذا الخوف، بما إنه نحن بأغلب الأحيان خوفنا وتوترنا وقلقنا بيكون أضخم وأكبر بكتير من النتيجة، أو يعني بيكون يعني نحن منخاف من شغلة معينة، نتفاجأ تاني يوم إنه عادي مرت بسلام ومرت بسلاسة وبسهولة. يعني فليه ما في داعي أصلا للخوف قبل بيوم بهذا الشكل؟ فنحكي عن هذا الموضوع شوي. بحس أهم إشي إنه الواحد يكون عنده ثقته بربنا، إنه ربنا هو العلام بالغيوب. فأنت ما رح تعرف إيش رح يصير بكرة. صح. خطط وكون مستعد زي ما حكيت من قبل، ركز على الأشياء اللي أنت بتقدر تسيطر عليها واترك الأشياء اللي ما بتقدر تسيطر عليها. 100%. وأنا صراحة دائما بقول يعني ثقة بالله أهم إشي، وأنه الإنسان يكون ضميره مرتاح برضو أهم إشي، ورضا الوالدين برضو موضوع كتير مهم. فإذا هدول الثلاث أشياء اجتمعوا عند الإنسان، هو تلقائيا رح يشعر بالسلام الداخلي وحياته رح تكون ماشية بسلام. أكيد. النصائح الأخيرة لإلك دارين بهذا الموضوع لكل مشاهدين برنامج يوم شديد، شو بتنصحيهم؟ بنصحهم بقول إنه القلق هو كل واحد يسأل حاله من وين عم بيجيب القلق، ومن وين عم بيخلق هذا القلق لحاله. يركز على كلماته، لأنه الكلمات كتير قوية. صح. فالواحد يركز على الكلمات اللي بيسمعها، الكلمات اللي بيحكيها، عشان هاي الكلمات هي المفتاح، هي الأساس لأفكارنا ولمعتقداتنا اللي بتضلها معانا على مدى السنين. صحيح. طيب عادي نسأل قبل الختام لانا، نسأل عن موضوع الفشل. يعني أي إنسان بيفشل بمرحلة معينة يمكن تكون هي سبب من أسباب نجاحه في يوم من الأيام. مزبوط. فنحكي كيف نتعامل مع الفشل، يعني هل هذا الفشل ممكن يخلينا نرجع نخاف من جديد من أول جديد ويكون خوفنا أكبر من قبل؟
أنا كلمة الفشل مش موجودة بقاموسي، لأنه بحس كل تجربة بمر فيها الإنسان أو كل حدث يا أما بينجح فيه أو بيتعلم منه. فالإنسان لو بياخد كل تجربة وكل حدث وكل يوم عم بمر فيه أنه هاي الفرصة كانت لإلي، يا أما بدي أنجح فيها يا أما بدي أتعلم فيها عشان أعرف إيش ما أعمل المرة الجاي. الحياة دائما مليئة بالمفاجآت، وهاي الشيء الحلو من الحياة. عشان بالضبط خبرات، لو ما كانت الحياة هيك كانت الحياة بتكون كتير مملة وروتينية، وإحنا كبشر منحب التغيير والتجديد. فهاي الفرص ياخد الإنسان كل يوم على إنه فرصة جديدة، ويبعد عن القلق، لأنه القلق عم بيحجب عنك فرص يمكن عم بتكون قدامك بس أنت ما عم بتشوفها. لأنه عقلك مركز، مشغول ومركز على المستقبل، بتوقف بطريقنا عادة. الخوف من الأيام اللي جاي والقلق والتوتر دايما بيوقفوا بطريقنا وبطريق نجاحنا وبطريق، خلينا نحكي بالذات لما نكون بمرحلة انتقالية بحياتنا، بدنا نغير عملنا، بدنا نغير المكان اللي عم نشتغل فيه. يعني هون بيكون في خوف كتير كبير من المجهول ومن الأيام اللي جاي وإيش رح تكون مخبيت لنا. ففعلا نحن لازم نخوف الخوف، ولازم نكون أقوى منه، ولازم نتجاوز هاي المخاوف كلياتها والتوتر والقلق ونكون أقوى بصراحة. أكيد أكيد، يتحلى الإنسان بالقوة والشجاعة المواجهة. ولو لا سمح الله فشل يحكي أنا بدي أتعلم من هاي التجربة طبعاً. أو الموقف وأجرب بطريقة ثانية. بتعرفي كمان دارين موضوع الخوف والقلق مرض، يعني بنخسر صحتنا التوتر. يعني هلأ كل الأمراض عم نربطها بموضوع التوتر، بموضوع الغضب، كل إشي بتطلعي عليه بالدنيا بتلاقي إنه سببه الأول والأخير المخاوف والتوتر والقلق. فكمان صحيا الإنسان لازم يحافظ على صحته أكيد. يتجه على انه يبعد عن موضوع الخوف والقلق والتوتر. وكمان شو الاضافه الاخيره راح تكون، يعني يهتم دائما كمان بمحيطه. اكيد اعطينا انت نصيحه يعني لكل الاشخاص، بس بدنا اياكي تختمي هيك برساله لكل الناس اللي عم بيحضرونا في هذا الموضوع. رسالتي هو انه الانسان قد ما بيقدر يحاول يعيش اللحظه، زي ما بنحكي عيش اللحظه، عيش الحاضر، خلي بكره لبكره زي ما بيحكوا، واعقل وتوكل، خلي ثقتك بربنا كبيرة. وغدا دائما أجمل، وغدا دائما أجمل. أكيد. شكرا دارين. شكرا قطب. سعدنا جدا بوجودك معنا اليوم. وشكرا لكل النصائح اللي قدمتها لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا فيما يتعلق بموضوع الخوف والقلق من المستقبل.